ورجعنا لكم تاني مع كريزي منى الكوكي. واحنا دلوقتي لسه في سيوه وهنخش اسمه معرض النخيل للتراث، كل حاجه قديمه اللي هم كانوا بيستخدموها زمان. دي اللي هي الاقساط بتاعتهم. كلمه اثار لها معنى ثاني، لقحه ثانيه مش ناقصه، لا لقحه، انما في الحقيقه حاجه قديمه. انتيكات؟ طبعا طبعا. انا بتاع كسكسي. طب ممكن تشرحهم ليش انا بفتح يعني فاتحه قناه على اليوتيوب؟ مش هجيب صورتك. لا لو انت عايز اجيب صورتك اوكي، ما عنديش مشكله. خلاص اوكي، اللي انت هتقوله انا هسجله كله، ما عنديش مشكله. ثواني ورجعنا لكم تاني مع قناة منى كريزي منى اند كوكي، ودخلنا محل انتيكات ومعانا الحاج هيشرح لنا كل حاجة عن الانتيكات دي كانت بتستخدم في ايه. نعم، الحاجات دي مقتنيات طبعا سيوي. زمان كان بيستخدموا الفخار وشغل حجر وشغل زعف نخيل وجلد طبيعي. ده من ضمن يعني الحاجات دي، ده يعتبر مصفى او للكسكسي، بيستخدموه للكسكسي. وده عشان خبز العيش بيعجنوه بيه، ما فيش لا الومنيوم ولا في اي معدن، بيستخدموه الا الحقيقة مجهود ذاتي بالفخار. اوكي تمام. في لمبه بتاعت زمان بيحطوا فيها زيت زيتون والفتله وبتنور، عدم توفير للضمض او الفوانيس بتاعت زمان، فدي تعتبر حديثه بالنسبه جدا. يعني دي اول حاجه كانت، دي اول حاجه، حياتي بدايه كلها مجهود ذاتي، كلها يعني ببطينه زي ما قلنا والفخار والجلد الطبيعي، سواء شغل بزعف نخل او حواض بينحتوا بيعملوا حواض حجري، ده شغل اجدادنا. فالحاجات دي بتستخدم في البيوت. في مثلا هون زي ده، ده هون معمول، ده هون؟ هون معمول بشجر زيتون ومترمم كمان، فبيطحنوا به التوابل والملح. اما الحته دي اشوفه بس ماشي، بس اما من بره بيستخدم كقرمه لتقطيع اللحمه. يعني يبقى شغل يعني دوده دوده، وكله من خشب الزيتون، خشب شجر الزيتون. والحاجات الفخاريه طبعا معروفه، منها للطبيخ زي دي مثلا، عائلات صغيره تمام بيستخدم فيها للطبيخ، دي الحلل دي بتاع دلوقتي الحلل. وفي محلبه مثلا بيخزنوا فيها الحليب الرايب تمام، والطبق عشان الاكل تمام، والطاجن كل ما الاسره تكبر ما بقى يبقى الحجم الحله او الحجم الحاجه اكبر. وده طبق بتاع كسكسي او الرز بيحطوا فيه بعد ما يتسوي الكسكسي او الرز يتحط فيه في ده. كان الاواني بتاعتهم برضه احنا قلنا شجر وحجر وفخار، ودي بتاعت دي منظم الشجر يعني، دي بتاعت ايه؟ دي رحايه او طحونه بتطحن الشعير والفول، مش بتاعت الزيتون، لا حجر حجر حجر. أوكي. حجر. وانا طبعا برممهم وبصنع جديد برضه في نفس الوقت، اول ما ابدع البيئه. ففي برضه عياشه، دي عياشه معموله بزعف نخل الحريم بيعمل الشغل ده. وانا محافظ على حتتين دول او اربع حتت دول، فبيعملوا جديد حاليا، ولكن دول انا محافظ عليهم لان اثار تراث، مش اثار اثار تراث بالله عليك يعني، تراث تراث بتاعنا. وفي بعض حاجات تستخدم حتى الان في البيوت، بعض الحاجات في ناس بتحافظ على الحاجات دي، زي ايه؟ زي الرحايه، طحونه بيطحن الشعير في لغايه لسه موجوده، شغال لغايه دلوقتي بعض حاجات. وفي بعض حاجات لغت، والهون شغال برضو بيكسر ملح، نفس شكل الهون، هو نفس شكل الهون يعني برضو يعتبر شغال لغايه دلوقتي، بس بيجدد يعني، بيجدد بيجيب شغال بيجدد برضو. وده الميزان، وده الميزان تمام. والسبح طبعا معروفه. ده نحاس، ده نحاس، ده مستحيل تلاقي حاجه زيه. لا ما فيش طبعا، تسع نسور تعتبر عيله. طب التسع نسور ليهم حاجه معينه ولا هو اتعمل كده؟ الاب والام والاولاد من بره حمايه، والبنات هنا، والثلاثه في العش صغير خالص. دي ودي ودي ثلاث قطع، وكل قطعه بتتحل وحدها، وتقيل طبعا لان كله نحاس طبعا. لا تقيل فعلا، تقيل يعني. ودي بقى كانت
مصطبه لا مصطبه ولا بيحطوا فيها هدوم؟ لا دي دي زي الخزنه بتاعه الهدوم او صندوق الهدوم العروسه تمام. ما هو الحديث منه اهو ولسه بتستخدموه زي الدولاب بيستخدم حتى الان شغال. ما هو انا عن نفسي عندي البيت اتجوزت من 5 أسابيع عملنا واحد مبروك بارك الله فيك كان نفسي انا احضر فرح يا سلام سمعنا عن افراحه فدوت يعني اللي بيجدد الصندوق بيطلع للقديم بيبيعه تمام وبيدخل الجديد معناها ده مورث شغال لغايه دلوقتي حتى الان برضه في بعض حاجات شغاله يعني في تقاليد ما بتتغيرش في قاليد ما بتتغيرش وفي قاليد ما بتتكررش وما بتتعملش تاني زي مثلا احنا قلنا بعض الفخار فالفخار ده بيتصنع حديث كتجاره اللي هو زي المبخره زي دي مثلا هي دي مبخرة دي حديثة والملاحة والطفاية في الحاجات دي لسه بتتصنع لسه بتتصنع إنما كاستخدام في البيوت لا طب بعضها يستخدم بعضها بتتصنع من ايه الفخار ده اسمها طينة الحكمة دي طفلة طفلة بتتعجل تمام معلش عشان انا ما اقدرش اصور وهو شغال ودي السبح كلها سبح عشان الصلاة وعشان واللي جنبها ده للعروسة برضو؟ لا ده للعروسة ده عقد العروسة ودول شنط؟ شنط خروج ولا شنط لا للأكل؟ لا دي الخروج للأسواق تمام؟ تحط بها الأكل الفاكهة العيش أي حاجة سمك كل حاجة أجيب حاجة من السوق وهي تتحط عليها جميلة ولغايه دلوقتي الحاجات دي مش شغاله في ايه بياخدوا الخضار بتاعت السوق الخضار والفواكه والسمك كل حاجه والعيش دي بتستخدم والمصليه بعضهم بيستخدموها لحتى الان جميله مصليه ليها حاجات طبيعي حتى الفرش بتاع الارض الاصل حصيره منها طب ما بيتكسرش لو الورم او التلا لا 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 اه مش غالي لا حاجة. وبعض برجعة الدابة وبتاعة حمير مثلا ودي مرجونة معيار معيار للموازين دي مثلا تبقى 10 كيلو زمان واللي فيه الطبعة أو الخاتم أهو تمام المختومة معناها عيار الموازين صحيحة يعني بتروح عندنا واحد مخصوص في سيوة رحمة الله عليه بس حاليا عياله شغالين فبيدي المعيار مثلا دي 10 كيلو لو عجزت هقول كمل عليها ولا لو زيادة بيشيل منها يطبع بالطبع ده معناها دي مختومة تصلح للبيع والشراء معترف بها مكيال في الأواخر دي طبعا أصبح ميزان يعني ده يعتبر تلغى تمام يعتبر تلغى ودي الحاجات اللي الشنط بقى بياخدوا بيها بيروحوا للمزارع بيعبوها البلح والزيتون تمام وشيلوها مثلا نفرين لو حاجة تستحمل غير البلح يبقى شيلها يجيب حاجة صباطه من النخل يشيلها في كتفه كده هو فالتاني طبعا بيتعاون معاه بيشيل يحطها في كتفه يطلع بيها يحطها في الكروسه او في الحمار تمام انما لو مثلا بلح او حاجه رطبه لا ده يشيل اثنين ده يشيل اثنين عشان يطلعها بره ايوه عشان ما تتعرضش فكلها معموله بزعف ودي حاجات العروسه كلها لبس العرايس او الافراح لبس العرايس معروفه دي ولغايه دلوقتي بيستخدم لغايه دلوقتي شغالين ده في البيوت شغال حاليا ده اسمها الكم كم الواسع تستخدم بعد الجواز وقبل الجواز تمام انما بالنسبه للجواز دي يوم الصباحيه اهو ده كم العروس ها هنوريكم ده يوم والبنطلون اهو العروس والله يزيد وينقص لا سيبك من الكم ده مفرود اولا بيستخدموا الكم الواسع عشان بيتلبس فوق الهدوم اي جلابيه فوق الهدوم وده الزي الرسمي هو والبنطلون والشال اهو الاخر ده والشال الشال ده الالوان مبهجه انما الكم الضيق تمام ممكن ده من تحت تمام يبقى مثلا في لبس تحت منه تمام بس ده كم عادي غير كم الواسع تمام الله ينور وعليك وكده وريناكم في الفيديو ده الانتيكات
واللبس بتاع العروسة والطرحة، وده البنطلون بتاع العروسة. وخليكم معانا، ما تنسوناش في السبسكرايب والشير عشان يوصلكم كل جديد. ومع كريزي مونا اند كوكي هتلاقوا كل جديد.